يرفع الكرة في اليد ممتازة، والهدف الأول هدف مباغت من معتز زدام، يتمكن من افتتاح النتيجة بركنية مباشرة. يعني كرة غش محمد بن علي ناحية رودريغو، رودريغيز يراوغ يدخل منطقة الجزاء، رودريغيز والهدف الثاني ممتاز، الهدف الثاني من رودريغو رودريغيز. الجزاء أسامة السيلي، تمريرة من أسامة وفاروق الميموني والهدف، محمد علي بن حمودة. 13 نقطة أيضا للملعب التونسي لهنا، محمد علي بن رمضان في مناطق الجزاء يوزع، ترجع لمعتز زدام، تسديدة معتز زدام، والهدف الأول للترجي الرياضي التونسي. ممتاز جدا، تسديدة معتز زدام، ما لقالها حتى حل التسديده هذه، خامس تسديده مؤطره للترجي الرياضي التونسي المره هذه في شباك مكرم البديري بعد تصديه لاربع تسديدات مؤطره. مكرم البديري يهزم امام التسديده القويه، دوزيام بال ياخذ كورته معتز زدام، وتسديده قويه تسكن في شباك الحارس مكرم البديري.